لا ما يعنيني حتى شيء كمان. طيب تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ نعرفه مش برشا. انسان عنده مال وجاه وعنده دي كونيسونس هذاك شنو نعرف على كبير. طيب انسان يبدا ضد الدوله ما يعنيني حتى شيء يعني. انا يعنيني اللي يخدم الدوله من سياحه يخدمها بضمير، خاطر تو احنا الضمير الحيه لازم الضمير الحي لازم احنا تو الدوله كالام تنزف والناس تفرج فيها. احنا كل واحد ينش فيها من منشيره. ما نحبوش احنا شكون ضد الدوله، نحبوا اللي مع الدوله. يعني لك حاجه؟ يعني انت شنو يعني لك؟ نسال فيك انا. اي حتى نسال فيك انت شنو يعني لك؟ ما يعنينيش. مش نسالك؟ سامحني مش نسالك. كمال طيف تعرفه ولا ما تعرفوش؟ لا ما سنيت عن ما يعني شيء بالنسبه لي. تعرفوش؟ كمال طيف رجل سياسي فاسد. كمال طيف رجل الظلام. كمال طيف وحكايات الصداقات مع بين علي. ما يعني لي شيء. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ لا ما نعرفوش. ما يعني لي حتى شيء على حياتي. تعرفه ولا لا؟ ويوم والمره ما نسمعش بيه يعني. تسمع بيه ولا لا؟ ما نعرفوش. راجل باهي ومتهذب وربي كثر منه الناس. تعرفوه؟ لا ما نعرفوش. ما قلت كمال طيف. كمال طيف. كمال طيف نسمع بيه الاسم والله ما نعرف شنو يعني لي بالضبط. معناها شكون هو؟ ما حسب ما سمعنا اخويا امور مش هي معناها داخل في برشا فساد و يعني عندهم ملفات عليه. تو ما شفنا شيء ان شاء الله نشوفوا حاجه سياحه باش ما نظلموش العباد ان شاء الله ربي ينور الحق كان هو ظالم ولا مظلوم. ما نعرفوش خويا مزروب الوقت سمحت. كمال طيف ورقة محروك. ريا تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ حاج السلام عليكم. طيب شكون نبقى؟ كمال طيف والله نسمع بيه ما نعرفوش. نعرفوش كمال طيف؟ منين نعرفو انا كمال طيف؟ شنو يعني لك اسم كمال طيف؟ شو يخدم هو؟ نسأل فيك تعرفوش انت؟ نعرفوش. واحد يقول لكونه ولد أخت الرئيس، والآخر يقول كذا هو اللي حط الرئيس ومن بعد هو اللي نحاه. كل واحد شي يحكي هكا نعرف فين. أنا اللي حط شي ما نعرفوش. ما نعرفوش أنا كمال طيب. ربي معاه يا ولدي. مالي وماله واش؟ أوكي نيدي عدو لتونس وعدو عدو للبلاد يعني.